ما هي السورة التي تمنع الحسد؟ القرآن الكريم في مجمله حافظا للمسلم من الوقوع في كل شر، سواء من الحسد أو السحر أو المس وغيره. ولكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك سورا من القرآن الكريم فيها فضل مخصوص للحفظ من الوقوع في الحسد وتبعد العين عن صاحبها. أولا سورة الفاتحة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الإخلاص. وجب تكريرها 3 مرات. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سورتي الناس والفلق. وجب تكريرها 3 مرات. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة البقرة كاملة. فهي بشكل عام تحفظ صاحبها من العين وتعالج من أصيب بهذا الابتلاء. وفواتيح سورة البقرة بشكل خاص وخواتيم سورة البقرة وهما الآيتان الأخيرتان فيها، وهي أيضا تحفظ المسلم وتبعد عنه الإصابة بالعين والحسد، ويسن قراءتها على الدوام. آية الكرسي. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.